نحو لك سبعة صباح النور. أمورك طيبة أخويا؟ بون ويكاند، نهاركم زين الناس الكل. نزيد عليك كلمة واحدة، مش أولادنا العتعس والأمر، نخبتنا ورياضيين. هذا هو، هذا هو الحقيقة. وإحنا باش نتابعوا الموضوع، كلكم تبعتوا الفيديو هذيك، الفيديو اللي جانا نتاع وليد أحرق. هو مش أول مرة هذه، والوليد هذا اللي حرق معناتها مشى البونتالاريا من قليبيا. هو يقولوا أنه في الليكيب ناسيونال من الرياضات البحرية. على كل احنا معنا رئيس الجمعية، رئيس جمعية الرياضات البحرية سيد أحمد المسلماني، وعضو مجلس بلدي في قليبيا. مرحبا بك سيد أحمد، شنو أحوالك؟ صباح النور ومرحبا بكم. أمورك طيبة سيدي؟ على راديو ماد، ربي يخليك. بون، بكل اسف الحقيقه باش نحكيوا على الموضوع هذا، مش باش نتكلموا معاك على الانجازات لوليداتنا، ومش باش نحكيوا زاده على ممكن تظاهرات دوليه باش تتعمل، لكن باش نحكيوا على وليد حرق. مشى حرق البونتالاريا لايطاليا، هذا ضربوا تونس. بربي إذا حاضرة صديقتنا مروة الجزيرة تنجم تشوفوا حتى الفيديو، هو وصل لباس على الباج بتاعنا، على الباج بتاعنا هو كل شيء موجود، وتابعناه كنا الأخبار، وتنجم تشوفوه معنا على الباج أوفيسيال راديو مادة تونيزي. تشوفوا الوليد اللي هو غاديكا، وحتى كتبوا عليه في الصحافة الإيطالية غاديكا، وحتى فما فيديو متاع شكون من إيطاليا اللي هو مستغرب الحكاية كيفاش صارت العملية. صعيبة، صعيبة برشا، ما تجيش في طقس كيما هكا، في طقس كيما هكا 40 ميل يدور لي، لا 40 ميل معناها 40 ميل، 40 ميل بحر، 70 كيلومتر بين قليبيا، بين السواحل نتاعنا لهنا في قليبيا. اي طيب باهي برشا. ساعه خلينا نسالوا على الوليد هذايا، ولدكم تعرفوه شو بالضبط؟ تحكي لنا تفاصيل سيدي. والله هو نحب نذكر اللي نادي الرياضات البحريه هو نادي عريق وكبير ياسر معناها، وديجا احنا نكونوا في الناشئه ونقوم بتربيتهم في النادي نتاعنا. دونك نادي الرياضة البحرية السنة اللي هو 2020 من البريمير 2020 يحتفل بالخمسينية متاعو، يعني عندنا 50 سنة على مرور نادي الرياضة البحرية، وعمرها ما صارت لنا الحادثة هذه، وعمرها ما معناها ما صارنا المشكلة متاع اللي موجود تو. دونك حمزة بن مشعود، نرجع لك للاعب اللي هو حمزة الوراثي اللي هو ولد النادي، عم ولد النادي من اللي عمره 9 سنين وهو معانا في الكلاب، ينشط معانا، تعدى بالأصناف الكل اللي هو صنف الصنف الأوبتيميست، ومن بعد تعدى لصنف الليزر، ومن بعد اختاروه في الفريق الوطني باش يشارك معاهم في صنف الألواح الشراعية. تعدى برشا مشاركات دولية، وتعدى برشا مشاركات وطنية، سافر كان كأيها معناها ليزاتليت اللي هما معناها ترانين بالكدا وخادمين على السوبر اللي هما عليه. دونك تعدى معنا قداش من عام على جدو 18 عام، صارت لهم شوية مشاكل اجتماعية وتعرف انت ظروف، واحد دونك انقطع على الدراسة، خرج من النادي، مشى يخدم في نزل في جربة كمونيتور دو فوال في احد النزل في جربة من بعد الحمامات. دونك في البريود هذيك ويسكن للكلاب مكنوا وعلموا الفوال، دونك تمكن من خدمه باش يعلم هو التوريست اللي يجيو لهنا لتونس، يعلمهم النشاط الاشرعه، ويعلمهم النشاط على الكاتاماغون، ويعلمهم النشاط على البلانش فوال. والحقيقه البريود تو الاخر الكل النادي معناها هذوما النوادي هذوما لي كلوب اللي مصنفين اوتيليير ينقطعوا، ماك تعرف راس عام ينقطعوا على الاكتيفيتي، دونك رجع بعدين سيد احمد. بيان سور نعم. بربي حبيت نستوقفك، فما كلمة في كلامك شدتني شوية، قلت صاروا له شوية مشاكل اجتماعية وانقطع عن النادي وانقطع عن الدراسة. هو كلاعب وفي المنتخب الوطني التونسي، وهو كابن من أبناء الفريق متاعكم، هوني نعرف أنا للرياضة بخلاف البعد الرياضي، فما بعد تربوي فما بعد اجتماعي هكا ولا لا؟ بالضبط. دونك كي ملاعبي من منتخب الوطني التونسي تصير له مشاكل، نورمالمون الجامعة وإلا الدولة التونسية مطالبة إنها تقف هوني معاه. هوني دوركم وين معناها؟ أنتم كرئيس نادي وإلا كعضو؟ والله إحنا كمؤطرين حطناه حمزة، وكنا محيطين به في النادي، وكان يجي يوميا للنادي. والله غالب الظروف، هاني قلت لك ظروف اجتماعية ما نحبش نذكرها على خاطر سيتان ديتاي في حياته هو،
دونك معناه ما نجموش نتبعوا اكثر. اي فما تقصير، فما تقصير من الجامعه نتاعكم على الاقل. هو 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 اظلي التقصير مشترك، يبدا راهو تدريجيا، معناها التدرج يبدا من 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 لونتوراج نتاعو اللي هو معناها العائلي، ومن بعد يتعدى للاصحاب والواحد، الناس كلهم مقصرين. باش نكتب عليك معناها التقصير موجود، فهمت؟ اللي نوصل للجامعة وللوزارة اللي ما ماش عادي أهمية كبيرة للأنشطة هذه، فهمت؟ سيد أحمد، أنا باش نرجع معاك الحقيقة لمشكلة الرياضات البحرية في حد ذاتها. 1300 كيلومتر على بحر في تونس، ناس فما بلدان في لي بي سكاندناف ولا فما برشا بلايص تي عندها شويه وديان، معناها ميم با سي ميم با يجيبوا في دي ميدان في الجو الاولمبيك. وقت اللي نلقاهم في لي جوز اولمبيك معناتها شوف ايش قاعدين يعملوا، فيش قاعدين وصلوا معناتها، وحتى نحكيوا حتى على ترم فلوس او شركات عالميه تجي. السيد هذايا نتصور انا ولدنا هذايا، ولد قليبيا، ولد المنتخب الوطني التونسي، لو كان نظمناه مع احدى الشركات حتى الاشهاريه اللي في العالم ونجيب له سبونسور ونعملوا تصوير ونعملوا تحدي، هتو العالم الكل يجي يتكلم عليه. علاش في 1300 كيلومتر ما عندناش فيها رصيد، ما عندناش دي ميداي، ما عندناش معناتها ابطال اولمبيين؟ امين الفريق، سامحني المشكله راهو المشكله الكبيره مشكله امكانيات. اليوم الدولة التونسية عندها مشكلة كبيرة في الإمكانيات في توفير المعدات الرياضية باش ينجم كل أتليت ولا كالصغير هذاك يتعلم حاجة ويوصل بها الهدف اللي هو يحب يوصل له. وزاد معناها العلاقة متاع الأتليت اليوم بالمنتخب زاد ولات علاقة بعيدة ياسر، ما فماش رلاشنال كبير اللي نجم هو غدوة معناها يتبعوا في قرايته ويوصلوا للأوبجيكتيف اللي حاجته به الأتليت ولا المربي ولا أي واحد، فهمتني؟ انتم ديجا سيد احمد عندكم مشكله في اللوكال، انا حسب المعلومات اللي عندي انا مشكله في اللوكال. هو احنا ما نمشيوش بعيد، معناها مين مش نحكيو على التجهيزات ولا سبونسور، هو فريق قليبيا للانشطه البحريه ديجا اللوكال نتاعو نتاع حزب التجمع المنحل، والتو ما عندهمش لوكال، هو ملك مصادر. فوالا هو مصادر موجود في الملك العمومي البحري. اي هو راهو كي تجي تشوف هي مشكله كبيره. لا مشكله كبيره الحقيقه، شيء يوجع القلب. نحبك تقعد معايا ونحبك تسمع زاده كيفاش استقبلوه في ايطاليا. احنا هذه تنجموا تسموها حتى على الاندستري ميغلايف الفيديو في ايطاليا، غادي كوصل وصل لاباس يظهر لي. نجم زميلتنا مرو الجزيره قعد معنا سيدي، تنجموا تسمعوا وتشوفوا السيد هذايا الوليد هذايا كيفاش يوصل. Pazzo. Hamza. Roberto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ragazzi. هذه ممكن يظهر لي كان جبنا جينيس، معناتها تو يدخل جينيس الوليد هذا. 70 كيلومتر في الطقس كيما هذا، في البرد كيما هذا، اللي انا كنت تشوف النشره البحريه ولا نشره الصيد البحري يقول لك الصيد ممنوع. نو ومعناها والبحر والأنشطة البحرية زادة ممنوعة لفرمية جانفي 2020. معناها شوف شوف الريسك، ها ريسك كبير، ها ريسك كبير على كل هذه. مش أول مرة يظهر لي فما زوز ولاد زادة اللي حرقوا عمناول زادة قبلها بثلاثة شهور يظهر لي. قبلها بخمسة شهور ولادكم زادة ذوما هذوما ولادنا هذوما ولادنا وراهو أظلي خاطرتي سيد أحمد راهو بين ظفرين قلت أول مرة راه لا 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 مش لا هو البلان شافال استعمال البلان شافال اول مره المره هذه فهمتني البريود اللي تعدات اللي قبلها زوز ولاد على لازير على امباتو كبير شويه اللي نجم تلقاهم قاعدين هذه بلان شافال راهو لوح شراعي سرينا فوار بالحكايه نتاع اصعب برشا يعني الو سيد احمد اصعب برشا معناها بربي احنا حابين نحكيو على ممكن اللي يشوفوها حاجه عاديه اللي صار ماذا بينا نفهموا واش معناتها بلونش افوال وكيفاش في بلونش افوال لوجيكمون بارلون ينجم يعمل 70 كيلومتر عملهم والله هو لا بيرفورمانس نتاع الاتليت هي اللي خلته نجم يعمل 70 كيلومتر
معناها أول مرة تصير هذه سيدي أحمد، أول مرة تصير هذه في تاريخ تونس، أول مرة تصير في تاريخ تونس اللي واحد يقطع مسافة 70 كيلومتر وماهاش سهلة. راهو نحكيه على الميديتراني، يقطع الميديتراني يربط أوروبا بإفريقيا. معناها في الحق باش نقول بين قوسين اللي هو إنجاز كبير بالنسبة للرياضة في تونس. أما أخويا يلفو فالوريزي كمان، لازمنا نعرفوا كيفاش نأثروا صغارنا ونعرفوا كيفاش نوصلوهم لبدايتهم، مش بالطريقة هذه. وأنا معناها بالحق لوم كبير اللي اليوم وصلنا العباد الكل، ولا يعطي الصحة ولا يعطي الصحة، لا ما يعطيش الصحة. راه ولادنا اليوم قطر، رانا نعيشوا قطر ونعيشوا قطر كبير. إذا كان ولادنا باش يوصلوا يخموا ديما هكا، دونك على الدنيا السلام وكا. لا ويعطي فكرة مين الممكن ياس المواطنين عاديين ولا دي زاتليت ما عندهمش البرفورمانس اللي عند السيد هذايا، وينجم على الله يقدر تصير تصير حادثة. لكن ريسك معناتها في كل وقت، ريسك ان ينجم يصير في كل وقت. طيب انا باش نمشي معاك الزاوية اخرى سيد احمد، تم حاولتوش الاتصال انتوما كجمعية واللي هو تحتكم، حاولتوش الاتصال بالسيد هذايا؟ صارتش اتصالات بوزارة الاشراف معاكم بخصوص السيد هذايا؟ الجامعة تكلمتش؟ كلمنا الفيدراسيون، كلمنا الجامعة التونسية للاشرعة، ونورمالمون فما اجتماع باش يصير نهار الثلاث مع الوزاره باش نشوفوا كيفاش نقوموا بالاجراءات اللازمه ونزيدوا نحسنوا حتى في الـ في الـ في, الـ في الكاليتي نتاع الخدمه اللي في النادي نتاعنا. فهمت؟ اجتماع ماذا سيدي؟ احنا نعرفوا مليح هنو الاجتماعات الكلاسيكيه ذي، اجتماع ولجنه لا ما عندناش لجان، وما عندناش حتى اجتماع كلاسيكي. احنا في نادي الرياضه البحريه ودفوي كما قلت لك دفوي اكستون نخدموا لمصلحه اولادنا، وقاعدين نلموا في اولادنا وقاعدين معناها نشيخوا فيهم ونعملهم في جو باهي. دونك نتصور اللي غدوه بال 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 بالعمل مع الجامعه نحسنوا على القليله في لي باركور نتاع لي زاتليت اللي قاعدين يعطوا البحر، في الماتريال، في النيفو دو سيكوريتي اللي باش لازم يتوجد في البحر. هذا الكل لازم. سيد احمد، سيد احمد بعد اذنك، انا نعرف مليح وانه ما نجمش نحملك انت المسؤوليه، اما وقت اللي نحكيو على شيخه لصغيراتنا وهم الصغيرات هذوما اللي يترباو في الجمعيات الرياضيه اللي كان جات الدنيا يكونوا معناتها في بلايص اخرين ويحرقوا على بلانش افوال، معناتها ما نجمش نحكي على شيخة قدر ما نجم نحكي على تهميش للرياضات البحرية، قدر ما نجم نحكي على كلاسيكيات ركيكة في وزارة الأشراف وحتى الفيدراسيون. أنا خلينا نجم برمي نقول على خطر إذا بدربوا تونس يحرق يشق الميديتراني، مهوش قاعد يعمل في حاجة رياضية، ماشي باش يمشي يهج من تونس. هذا لازمنا إعادة النظر من الأول وجديد في المنظومة الكل بكل صراحة، وعلى وزارة الأشراف وأنها تتصل بسيد هذايا الفيدراسيون والدولة التونسية اللي هي تتصل بولدها هذايا، لانه 18 سنه هذايا لازم نعاودوا نرجعوه، وكان لازم نعملوا معناتها نتفقوا مع الجانب الايطالي ونعملوا حتى ممكن تظاهره رياضيه بحريه بوركوا با، هي تعطينا نستثمروها، يكونوا نعملوا دي ريفليكسيون نجموا نستثمروها هذايا، ونقولوا لاول مره بعد السيد هذايا البوركور هذايا يتسمى باسمه، ونجيبوا شركات من العالم ونعملوا ماركتينغ باهي بعيدا على الادارات والمشاكل البيروقراطيه اللي قاعدين نعانيوا فيها، ونعملوا حاجه عالميه وتولي عندك معناتها حاجه عالميه. نجموا ننطلقوا صحيح، هي حاجة ماهيش باهية، ولكن الحقيقة كما فما عنا رولان جاروس اللي هو شق الميديتيرانية لأول مرة، عنا الوليد هذايا بالبلون شافوار شق أول مرة الميديتيراني اكسترا اوردينير، نجموا نستغلوها هذه ونجموا نجيبوها ونثمنوها، وما عادش نخليو اولادنا ونعطيهم قيمه وقدر. 1300 كيلومتر يا ابو قلب ما عناش ابطال اولمبيين في البحر، مش معقول. معناتها عندك شويه اسامه الملولي اللي خرج اللي قعدنا محافظين عليه، مش معقول في البيسين هذاك، وفي البيسين في البيسين معناتها، وعندنا معناتها البطل العالمي اللي هو قاعد معناها في سينجيب سينجيب، معناها فقط معناها معقول، مش معقول والله. لا نحب نذكر اللي موجود فما يوسف العكروت، يوسف العكروت اللي هو زاد ستاناتليت ادوني بو في الجامعه التونسيه الاشرعه سنت ليزر، اللي هو تو التحق معناته بنيته جمعيه في امريكا واللي يعيش في امريكا تو. شفت كيفاش؟ ايوا باش يلعب ضربوا امريكا ولا بضربوا تونس؟ خاطر احنا نعرفوا سيرتو لي زاتليت هذوما كي يمشيو لفرنسا ولا لامريكا يوليو يكوروا بضربوا البلاد اللي تحتضنهم.
أنا بكل لطف بكل لطف، وإحنا نتنجم ونتبناه معاك هذه القضية سيد أحمد، نعرف أنه مش أنت ممكن تكون صاحب القرار، ونعرف الظروف اللي تعيش فيها الجمعيات الرياضية، في خاصة الجمعيات الرياضية اللي ماهيش تابعة لا كرة لا كرة يد. إحنا خاطر في تونس في بالنا الرياضة هي كرة قدم، هي كرة القدم، هي كرة القدم. ولقت اللي نلقاو أولادنا من خيرة شبابنا يخرجوا معناتها من تونس ويمشيوا في الطريقة هذه، شيء يوجع القلب. أنا معك، انتبهوا معك الملف هذه، نجموا نستثمروها روا، نجموا نرجعوا منها هذه حاجة عظيمة جدا، ونجموا نمشيوا لبعيد بها. فشوفوا مع الجامعة متاعكم، وإحنا موجودين بحذاكم كرأي عام، والوليد هذه لازم يتم الإحاطة به، ما لازموش زاده. نعرفوا مليح انه كي باش يمشي توا ماشي لإيطاليا، فما معاناة كبيرة غاديكا، شبابنا اللي نجم يمشي ينحرف اتو مومون، ماهوش ماشي للجنة هو. سيد أحمد بربي سؤال، سامحني يمين تفضل غطات بربي، الأتليت توا كيما السيد هذا كي كان في ليكيب ناسيونال، المنحة قداش كان ياخذ فلوس؟ أو ممكن ياسر ندور نحطوا دا منين بالضبط؟ قدا كان ياخذ فلوس ساعة ولا؟ هو لا ما كانش ياخذ فلوس ولا. ما كانش عنده منحة ناي. ما كانش عنده منحة، كانت عنده جوست التدريب نتاعه في الفريق الوطني يمشي لا منحة، يتنقل لجدي بسعيد باللوح الشراعي ولا الحمامات مع المدرب نتاعه هيثم العدوز، وقاعد يترين على روحه منين يصرف منين يعيش يعني كيف هاو يترين. ولا يعني قلت لك انا كي كان يقرا كان مصروفه على دارهم ويكتب ويشرب في دارهم، دامكم بعد ولا يخدم ويوفر في المصروف نتاعه معناها وحده. يعني باللي كونديسيون هذه ما تنجمش تصنع ابطال، ما تنجمش تصنع انسان عنده كرامه، لانه حتى لو مينيموم انه باش يحفظ له كرامته كانسان وكمواطن تونسي ما عندوش. الجامعه التوني الجامعه نتاعكم سيدي اللي هي لازمها تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه، الجامعه التونسيه للاشرعه لازمها تتحمل مسؤوليتها تجاه اولادها وسلطه الاشراف، وسلطه الاشراف بطبيعه الحال. ولازمنا الوليد هذايا نعاودوا نتصلوا به ونشوفوه باش ما يلزمكش يذيع من دينا. هذا بطل وطني الحقيقة، واللي عملوا اكسترا اوردينار، هات نستثمروه، نجموا نستثمروه مع بعضنا. شوية ريفليكسيون بعيدة على الإداريات الركيكة الكلاسيكية فقط، هاتوا نجموا نعملوا تونس بونتالاريا، ونجموا نعملوا بطولة عالمية، ويكون هو اللي هو تتسمى باسمه حتى الباركور هذاك. على كل ميرسي بوكو على تدخلك معنا سيد أحمد، ونعرف مليح وأنه ضغط كبير ممكن حتى عليكم، ولكن هذا لا يمنع وأنه ما لازمش تنسى سيد أحمد مسلماني، باش تكون عندنا اتصالات إن شاء الله في القريب العاجل، أسبوع أو أسبوعين، باش نتبعوا الوليد هذا معكم، باش نتبعوا النادي نتاعكم، باش نتبعوا الجامعة شنو اللي عملت. على كل شكرا على تواصلكم معنا، بارك الله فيك، شكرا.